مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. رسول الله بباتي اخواتي المشتركين الاعزاء، مرحبا بكم فيديو جديد فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله غادي نتلاقى انا وياكم على واحد الحلوه لذيذه جدا بنكهه وطعم حلوه الترك، واللي يجي فيها معزز بزاف وباين بزاف لاننا استخدمناه في تقريبا كاع الحلوه. اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش درتها مع واحد الطابع سهل، واحد المرشم رخيص، ما نحتاجوش اننا نستخدموا هذوك المرشم الغاليين، هذا مرشم رخيص جدا. اذا بغيتوا تعرفوني كيفاش درتها تبعوني طبعا لاخر الفيديو. اليوم فغادي نحتاجوا لها 250 غرام من الزبده او مارغرين، انا استخدمت لابيل. نحتاج معاهم الى مغرف صغيره من الفانيلا، نحتاج الى 5 ملاعق كبيره مملوءه من المايزينا، نحتاج الى 4 ملاعق من حلة الترك تكون مطحونة، نحتاج معي الى 4 ملاعق من سكر البودرة. تبغوا تنقصوا تبغوا تزيدوا على حساب درجة الحلاوة اللي تبغوها نتوما، لانه نعرفوا بلي حلة الترك حلوة، فانا اكتفيت بربع ملاعق. تبغوا تنقصوا نقصوا تبغوا تزيدوا زيدوا. عندي حبة بيض، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ونجمعوا بالفارينة، وما ننساوش دايما رشة الملح. اما بالنسبة للطابع فانا اخترت هذا الشكل كي راه قدامكم هكا، يجي تاع بلاستيك، وهذه هي القطعه تاعها، متوفر في الاسواق ب 50 دينار فقط. اذا كان هذه هي المكونات. نمروا مباشره لطريقه هي الزبده تاعي اللي تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. عندي 250 غرام هنايا، غادي نوخر شويه الكاميرا باش يبان. عندي 250 غرام من الزبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، غادي نضيف لها حله الترك، نضيف لها دوك ربع ملاعق كبار مملوئين من حلوة الترك. هنايا كمية مليحة باش تجي البنة تاعها باينة في الحلوة. وغادي نضيف معاها قبل نواسيها هي، ومن بعد نضيف معاها سكر كلاصي مليح مليح. ندخل هذيك حلوة الترك مع الزبدة، كنت حاسة واحد القوام كريمي هكا، نخدمهم بيدي باش نعرف الكتل كاع تنحات تاع حلوة الترك، ولو اني طحنتها فنعرفوا بلي حلوة الترك تتجمع بسرعه. نزيد عليهم خدمتهم، نزيد عليهم ملعقه من الفاني اضافه الى سكر كلاصي اللي قلت لكم 4 ملاعق. اللي يبغي يزيد اكثر يبغي الحلاوه اكثر، واللي يبغي ينقص من الكميه اللي عندنا. غادي ندخلهم ثاني ومن بعد نواصل الخلط هكا، ومن بعد نزيد عليهم هذيك الحراره تاع البيض هاي هنا، وغادي نخلط كلش. ومن بعد نبدا نضيف في المواد اللي هي جافه كما تالينا مايزينا وخميره الحلوى، ملعقه تاع خميره الحلوى مع ملعقه تاع المايزينا هكا. غادي نفرغهم نخلط، ونبدا نضيف في الفرينه بالتدريج باش نجمعوا بها العجينه تاعنا. نبقى نضيف في الفرينه حتى نحس في العجينه طريه كاع، العجينه تاع الصابلي راكم تعرفوها بلا ما تدلكوها. دائما نقول ونعاود الصابلي ما يندلكش، ينجمع فقط باش يبقى لكم حشيش وطري ومرمل. غادي هذه هي، انا نبقى نجمع كيما هاك حتى نحصل على واحد العجين يكون طري. ونرجع تاعي شوفوا طريه الله يبارك. غادي نرشيت سطح العمل، الا عندكم ديك الجلده اللي خدموا فوقها البلاستيكه خدموا فوقها. غادي نسرح على العجينه تاعي على واحد السمك، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين خشين كيما تاع الفورني، غادي يكون واحد 3 ملم هكا تقريبا، باش من بعد حبس الحلوه ما تهرسناش، لاننا دايرين فيها شويه تاع خميره غادي تطلع شويه، ما غاديش تجي رقيقه رقيقه. غادي نسرح واحد شويه
هاد الحواف ما عنديش ما تهرسو عاود غير مغوا عليهم بهذه الطريقه. واسي الحلال باش ما نكثروش الفرينه، ندير لها هكا بالفرينه باش ما تيسليش العجين، ونحله هكا بهذه الطريقه على السمك. قلت لكم 3 مليمتر تقريبا. نبقى نرشم هكا، نجيب المرشم تاعي ونخلي ليسباس مسافه بين الحبه واختها هكا ونقطع. من الاحسن انكم ترشموا وتقطعوا في نفس الوقت باش العجينه ما ي... باش الرسم يجيكم نيشان. هذاك هو واحد الطريقه اللي سهله جدا، وهذا الطابع ورخيص، كاين احسن منه، كاين تاع اللي راهم يديروا ب 350 دينار، كاين 450 دينار، كاين كثر كاين قل. المهم حنا باش ما نكلفوش المراه الجزائريه ونقولها بلي تقدري تستخدمي هذا تاع 50 دينار وتجيبيه واحد الحلوه شابه ما شاء الله. هاي انا غادي نكمل كاع هكا الحبات تاوعي، نديرهم في صينيه على ورق الطهي الحلوه تاعي، غادي ندخلها للفرن درجه حراره 180، ما نخلوهاش وقت كبير زعما نعطوها غير اللون الذهبي، ما نخلوهاش تحمر، ونرجع ان شاء الله نتلاقى معكم نشوفوها في صحن التحضير تاعي. فهي طابت وغادي نحشيها نلصق وحده على وحده بشويه تاع الكونفيتور تاع المشمش مخلط مع حلوه الترك، غادي نخلطهم كيف كيف مع بعضهم ونلصق بهم الحبات هذوك ونتلاقوا نشوفوا في صحن التقديم حلوتنا تاع اليوم بحلوه الترك. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتنال استحسانكم. هذه هي جات كيما هاك، راني لصقت حبه على حبه كيما راكم تشوفوا، وشوفوا الرشمه جات فيها باينه ما شاء الله ولذيذه جدا جدا، معززه بنكهه حلوه الترك اللي يبغوا حلوه الترك واللي عزيز عليهم حلوه الترك. هذه انسب كيفيه تنجموا تحضروا بها حلوه. اذا كانت هذه هي ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم وتشجيعاتكم، حفزوني اكثر وشجعوني اكثر راني نشوف مكان لا تشجيع لا حتى والو، راكم كاع راكدين معليش. المهم انايا مازلني معاكم، مازلني مستمره معاكم، على بالي فيها راهي العطله وكل شيء، كل واحد لهي في شغالاته، لكن هذا ما يعجزنيش اني نشارك معكم واش راني نحضر. اذا كانت هذه هي كيفيتنا تاع اليوم ووصفتنا تاع اليوم، نخليكم على خير، بقاو على خير، السلام عليكم.